هناك حيوان إفريقي يتميز بجسم مزدان بالألوان، وربما كان هو الحيوان السري. إذا كان للحيوان السري جسم غريب الشكل، فلا بد أنه حمار الوحش، فجسمه مغطى بخطوط سوداء وبيضاء رائعة. سبحان الله، هناك عدة أنواع من حمار الوحش، وللبعض منها خطوط بنية وبيضاء، ولكل منها نموذج خاص به من الخطوط، وهي تبقى مع بعضها البعض في نفس المجموعة ما دامت حية، وتخلد البالغة منها للراحة وهي واقفة. الحيوان السري لا يملك جسما مغطى بالخطوط، لكن ربما له بعض الخطوط، فهناك حيوان يشبه ذلك. لقد ميز الله ظبي